عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. نهار جديد وفيديو جديد. كما كتشوفوا هاد لا فيديو اللي شحال نتوما كتسناوني انني نحطو هاد لا فيديو اللي كل مره كتسولوني، كل مره كتقولي لي سكينه شاركي معنا، علاش ما شاركتيش معنا؟ وانتي هادي انتي هادي انتي مخبيه، انتي هادي البنات والله ما مخبيه شي حاجه. هاد المقطع اللي راه شفتوه نتوما قبل مصوره قبل ما يجي هاد الفيروس او قبل ما يكون الحجر صحي، كنت على اساس غادي مزيان غادي نصور لكم ونشارك معكم لي زيتاب كاملين اللي جينا فواحد الوقيته قدر الله وما شاء فعل، وقف داك الشيء حنا وقفنا قلنا فيها خير. لهذا كما كتشوفوا في هذا الفيديو تحت العنوان ان الحمد لله ربي سهل علينا وحققنا واحد الحلم من الاحلام ديالنا، اللي هو واحد المساج اللي بنيت نوصلو لكم. هاد لا فيديو ما يمشيش بالكم بعيد، لا تقولوا هادي ولا هادي ولا هادي ولا هادي، راه الخبر في راسكم. هاد لا فيديو عنده هدف واحد وهو المساج ديالي. اي هدف في هاد الحياه، اي حلم، اي حلم حطو قدامك خدم عليه غادي توصل ليه. وعن تجربتي وعن انشارك معكم كل شيء، اي حاجه غادي نشاركها معكم وغنخليكم تقولوا اه هذاك الحلم غادي نوصل ليه، هذاك الحلم غادي نضرب عليه تماره، غادي نخدم عليه وغادي نوصل ليه. حتى شي حاجه ما تقول عليها مستحيله الا اذا انت ما بغيتيش. دونك هذا هو الميساج ديالي في هذا الشيء كامل غنشارك معكم. دونك ما يمشيش بالكم بعيد، سكينة راه بنت الشعب، بدينا ازيرو انا وراجلي الحمد لله، بدينا ازيرو وبقينا غاديين خطوه بخطوه 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 حتى الحمد لله وصلنا للحلم اللي هو من بين الاحلام. باقي ان شاء الله باذن الله غادي نحقوهم الى كتاب، غادي نخدموا عليهم ونوصلوا لهم. دونك كما كتشوفوا كنت اول مرحله كانت عندي دار غير صغيره، ابارتمون صغيره. الحمد لله من بعد خدمنا اننا وكانت بعيده شويه، الحمد لله قلنا خص ضروري ناخذ ابارتمون شي شويه كبيره ونقربوا في المسافه. خدينا ابارتمون كبيره شويه وخديناها في لافيل، ولكن شنو اللي خلانا اننا نفكروا ناخذ بقعه ونعيشوا بوحدنا؟ وهو لقينا مشاكل كبيره في ديك العماره، والجاره اللي كانت قدامي ما كانتش مزيانه معنا بزاف. حنا كنا داخلين سوق راسنا، داك النوع اللي جالس غير في الدار وكبير شويه في اللاج، عقليه لا علاقه مع عقليتنا، يعني داك النوع اللي حاضيك وخصو غير جبد المشاكل معاك ولو انت ما عندك ما دير به. صراحه كدازو مشاكل في ديك العماره، كرهناها كرهناها كرهناها. ومن هنا كنصحكم اللي عنده الامكانيات يدير سكنتو راسو، ما تمشيوش للعمارات. اللي عنده الامكانيات ياخذ بقعه ويبنيها بشويه عليه حتى يوصل لداكشي اللي باغي، وشري راحتك وراحت وليداتك. باش انا بيبي باقي الله عنده 6 شهور وطلع الجرات تحتني يدق عليك ولدك صدعنا، راه شنو باقي؟ شنو باقي ما يتقال؟ اما كون كنت في هاد اللاج ديال عامين ونص تبارك الله، ودابا كنا راه جراو عليا من ديك العماره. لهذا هذه هو المنطلق الوحيد اللي خلانا نفكروا اننا ناخذوا بقعه بوحدنا ونبنيوها. بالنسبه للبقعه والسؤال اللي بزاف، واش عماره واش دار واش فيلا، كل شنو تيقول وكتسناوني نجاوبكم. بالنسبه للبقع البنات، وهي بقع ديال الفيلات، ماشي فيلات كبار. شحال فيها؟ 220 ولا 230 متر، الحمد لله عليها. دونك بقع ديال الفيلات في واحد الموقع اللي رائع، اللي الحمد لله شحال وحنا كنتسناوه، لانه لقينا كنا لقينا في اليونس في الدوحه في الجولف، مي ما بغيتش البعد، لان المغازه ديالنا هنا كما كتشوفوا في قريبه في المدينه، والدينا في المدينه، شحال قديم بقى نسافر غدا جايه غدا جايه. شحال وانا كنتسنى هذا الموقع، عام ونص وانا كنتسنى هذا الموقع، والحمد لله ربي كتب عليه، كتب اننا نسكنوا فيه، يعني ربي حقق لي ديك الامنيه ديالي، نحمد الله ونشكر عليها. لهذا بالنسبه للبقع ان شاء الله بقع ديال الفيلات، وان شاء الله راه كل مره في لي زيتاب كنصور لكم شويه شويه باش ما تقولوش ما شاركتي معنا والو. بدينا نبني الحمد لله، سهل علينا ربي في الوريقات، دازوا الوريقات مزيان كلشي مزيان. ونزيدكم ان النهار اللي كانت خرجت لنا الرخصه، اليوم خرجت لنا الرخصه، الغد ليه كان بدايه الحجر الصحي، ودازت علينا واحد الكآبه، بقينا كنقولوا علاش زعما وهادي وهادي، ولكن من بعد تنقولوا هادشي اللي كتب الله فيها خير. اي حاجه كتوقع فيها خير، وكان فيها خير الحمد لله، باش اننا طحنا على هاد الطاشرون اللي شدها لينا دابا باش يبنيها لينا. كنا في داك الوقت ناخذ واحد الطاشرون وكان صدق خايب، وصلتنا الخبار وكان الثمن اكثر من هاد الطاشرون، والحمد لله دابا الحمد لله ربي سهل علينا في واحد الطاشرون ما يعمرها دار، وداز داكشي غادي مزيان. والله يدعيو معنا دعيو معنا، نتمنى ان شاء الله تدعيو معايا من قلبكم، يكمل علينا الله بالخير. وانا بذاتي كندعي معكم وكنقول لكم الله يسهل عليكم اي حاجه كتمناوها، الله يسهل عليكم فيها اي حاجه عندكم في بالكم، الله يوصلكم ليها. وبتنقول لكم ديروني ديما في بالكم، وهذا الميساج كنقول لكم بلا بني بلا فيلا بلا والو، انه اي حاجه تتمنايها خدمي عليها غادي توصلي لها. كنتحداك الا ما خدمتيش عليها وضربتي عليها تماره وتحطيها قدامك، تحطيها قدامك نهار وليت تشوفي قدامك وتخدمي عليها، والله حتى توصلي ليها. نتحداك الا ما وصلتيش ليها.
عافاكم. نتمنى ان شاء الله ما تاخذوش هاد لا فيديو ديالي بحساسيه، او الفيلا ما وصلنا ليها مصورنا لها بتماره بالعمل لي مونتاج. راجلي مسكين كيخدم لي مونتاج حتى الظهر ديالو كيتقسم، ملي كيصبح الله هو كيخدم في لي مونتاج. ثاني حاجه ما كناش حطينا هدف قدامنا، يعني بقينا كنخدموا عليه وكنجمعوا ليه، مبقيناش عايشين الحياه. كان بامكاننا هاد الفلوس غادي نمشيو لبرا، نمشيو نخرجوا على برا، ناخذوا نتقداو لي مارك، نعيشوا الحياه سعيده على الاخر، وما غاديش نوصلوا ليها. ولكن لا، عشنا على قدنا على اساس باش نوصلوا نحققوا الهدف ديالنا. وهذا هو الميساج الثاني من هاد لا فيديو، وهو انه ما تبقاوش تعيشوا لي الرفاهيه وتعيشوا اللحظه، لا، عيشوا الماجي، عيشوا الدوام، عيشوا الاهداف اللي باغي توصلوا. لانه واخا نعطيك عرام ديال الفلوس، الا عرفتي تسيسيهم وتقاديهم وتوصلي بهم غادي توصلي، الا ما عرفتيش غادي تطبيهم وتلقاي راسك ازيرو ما دايره حتى شي حاجه بهم. لهذا عافاكم، كنقول لكم انه اي هدف غادي توصلي ليه، ولكن خص العقل، خص الدماغ، خص اليد، ما تكونش متقوبه بالفلوس، تجمعوا الفلوس. بدينا كنبنيوها، انا ربي سهل في الوراقات كاملين، هما صعوبه ديال الوراق صراحه شي شهر ونص، هو طلع هبط ديال الوراق، صعوبه ديال الوراق، ولكن الحمد لله ربي سخر فيها. بالنسبه للديزاين وداكشي اتسولوني، سولتوني بعدا على الاركيتكت ديالنا اللي هو دار لنا الديزاين ديال الفيلا، وهو انه سميتو امين، وهو كنت بغيت نصور صراحه، كنت باغا ندير فيديو عنده، ولكن قالك في القانون ديال الخدمه ديالهم انه ما خصهمش يتحطوا في يوتيوب، لهذا كيبقى واحد المنافسه بيناتهم في الخدمه، ما خصش واحد يشهر راسو في اليوتيوب ولا لا، قالك ممنوع عليهم انهم يتحطوا في يوتيوب. من الناس اللي راهم انتريسي به يخليوا لي كومونتير او يجيو عندي الانستغرام ونعطيكم الاسم ديالو، احسن ديزاينر هنايا او اركيتكت في قنيطره سميتو امين، وما نقولش ثنيا حتى تجيو عندي الا كنتو مهتمين به. بالنسبه للديزاين غادي نشارك معكم ان شاء الله، بالنسبه للبلو ما غاديش يبان لكم مزيان، ما غادي نشارك معكم لا فوتو اللي خرج لي 3D، وخرجها لي 3D باش قلت نشاركهم معكم وتاخذوا هكا فكره، وملي تشوفوا ديزاين ان شاء الله اللي غادي نخدموا عليه. حتى الناس اللي دابا غاديين يبداو يبنيو، حيت بزاف اللي دخلوا عندي قالوا لي سكينة راه حنا غادي نبداو نبنيو، راه باغيين نشوفوا منك، باغيينك تعاونينا. دونك ان شاء الله غادي نبقى نشارك معكم كل شيء، لي فيديو ديال البني، ديال لا فينيسيون، ديال كلشي اي حاجه كتشوفوها غادي نبقى نشاركها معكم، لان بزاف اللي كيتسناو الديكور، يتسناو كيفاش نفينيو هذه، كيفاش هذه هذه هذه، وكيجي الفراش من بعد ان شاء الله ديك الحريره الجاب ما يجمعها. دونك ان شاء الله غادي نشارك معكم اي حاجه خطوه بخطوه، دقه بدقه، كما قلت لكم دقه بدقه، حتى يحمي الواد، ما نجيوش نطلعوا نيشان، لانه ما وصلنا ليها توصلنا ليها ب ماشي ها بعرقنا، شي حاجه ما كثر بعرقنا، يعني بالخدمه ديال بصح، بالخدمه ديال تمار الكحله، راه ماشي جينا غير بالسهل وصلنا ليها. وهذا هو ميساجي، انا كيكون فرحان ديك الساعات يقول انا وصلت ليها بعرق كتافي بخدمتي، وباليد ما تكونش متقوبه بزاف، كنعاود نقولها. تعرفوا كيفاش تسيروا فلوسكم، تعرفوا شحال تخبيو، تعرفوا شحال تاكلوا، ماشي اليد متقوبه راه ما تخلينا نوصلوا لحتى شي حاجه. دونك غادي ندوز ان شاء الله نشارك معكم لي فوتو ديال 3D، ونتمنى ان شاء الله يعجبوكم، ينالوا الاعجاب ديالكم، وتخليوا لي الراي ديالكم في لي كومونتير واش زوين ولا ما زوينش. دونك كما كتشوفوا تشوفوا معايا لي 3D هنايا خرج ليا جوج، غنبدا لكم بهادي، واخا راه شويه تعوجات لانها كانت مجموعه كما كتشوفوا. نتمنى ان شاء الله تكون كتبان مزيان كما كتشوفوا، كتجي على هذا الشكل ان شاء الله. من بعد غادي نشارك معكم لي ديتاي ديالها كامل، باش الناس اللي راهم واقفين على حساب الديزاينر والاركيتكت ياخذوا فكره. بالنسبه لهاد الديزاينر، وهو ديزاينر زعما ديال 2020 اخر ما كاين، والاركيتكت قال لي ان الديزاين ديال اوروبا، يعني ديزاين اوروبي، ماشي ديال زعما ماشي ديال التقليديين، يكونوا مودرن شويه. كما كتشوفوا معايا هنا، نقرب باش نشرح لكم. كما كتشوفوا معايا هنايا غادي يكون عندنا هنا الدخله ديال الدار. بالنسبه للديزاين ديالها، وهو ضروري لاكاف، لاكاف نورمالمون هي اللي ندير فيها لا كويزين، غادي ندير فيها الجلسه الكبيره فين غادي نجلسوا، هي اللي يكون فيها لا بيسين صغيوار، جريده صغيره، غادي يكون فيها الجلسه اللي كنجلسوا ديما، يعني هو هاد لاكاف كما كتشوفوا هنايا. هاد الشرجم كيتبان لكم من تحت، غادي يكون لاكاف. الطوموبيل ما درناش الكراج هكا في الداخل، درنا الكراج غير على برا، تبقى الطوموبيل هكا تجي على برا باش نستغلوا، لان داك الكراج راه ما استغلوه واستغلوا لاسباس. وكما كتشوفوا هذه الدخله ديال الدار، دونك هنايا غادي يكونوا الطبقه الاولى كما كنقولوا، هو اللي يكون فيها لي صالون وداكشي، والفوق ان شاء الله هو اللي يكون فيه البيوتا ديال الناس، بيوتا ديال الناس ديالنا وديال الوليدات وديال الضياف، والفوق غادي يكون السطح.
وكما كتشوفوا بالنسبه لهاد اللي كيبان لكم خارج هنايا وهو هاد البارتي كتكون خارجه من بيت ناس غادا تكون خارجه لان هذا هو الديزاين الجديد دابا اللي كاين كتكون هكا بالخشب يعني خدموها ان شاء الله بالخشب هي وهاد الديزاين كما كتشوفوا ان شاء الله دابا نعطيكم غير صوره اجماليه على جوابا على الاسئله ديالكم ومن بعد غادي نشارك معكم كل حاجه اون ديتاي كل حاجه كل حاجه اون ديتاي باش هكا ان شاء الله نفيدكم كما انا كنستافد من قنوات اخرى نفيدكم حتى نتوما. وهذه لا فوتو الثانيه كنجيب هذا الشكل هذه خرجها لينا لاركيتيكت 3 دي هذا راه غير هكا زعما شي بيرسون تما واقف كما كتشوفوا هذه الجهه الاخرى كتجيب هذا الشكل خصني نشوف كما كتشوفوا هنايا هو السميه ديال الفيلا كتكون هنايا هو الكراج فين يكون الطوموبيل لسباس فين كتبات الطوموبيل وهنايا هو الدخله ديال الباب هنا الدخله ديال الباب كما كتشوفوا وهنا راه شاركت معكم كيفاش غادي يكون نتمنى يكون كيبان لكم مزيان دونك هادو هما لي فوتو 3 دي ديال الفيلا هكا من برا ومن بعد ان شاء الله غادي نشارك معكم كل شيء من داخل نشارك معكم هذاك الشيء اللي تستافدوا منه ما تاخذوهاش مني تقولوا هذه جايه تبان علينا او لا جايه هذه ولا هذه خوي براسكم داك الشيء انا بعيده كل البعد سو كاينه بنت الشعب بدات ا0 بدينا انا وراجلي خدمنا ضربنا تماره ومازال كنضربوا تماره ومازال غنضربوا تماره ماشي بالسهل البني ماشي بالسهل الفينيسيون ماشي بالسهل نفرشوها ما شي حاجه بحلاوتها ملي كديري حاجه بحاجه ودقه بدقه كتكون بحلاوتها ماشي غنجيو نديرو كلشي بدقه لا مازالين كنخدمو ونضربو في التمره كل شهر كنخدمو باش نديرو حاجه كل شهر نخدمو باش نديرو حاجه وهكا باش ربي يسهل علينا ويكمل علينا بالخير ودعواتكم لينا باش ربي يسهل علينا وانا بداتي كنقول لكم الله يسهل عليكم في اي حاجه كتمناها والله يوصل لكم المتمنيات كامله وميساجي ما تنساوش اي حلم اي حلم عندك اي هدف عندك حطو قدامك خدم عليه غادي توصل ليه ان شاء الله وهنا يسالي لا فيديو ديالي نتمنى نكون جاوبتكم على الاسئله انا عارفه ما جاوبتش على كل شيء ما يكون مره نبقى نجاوبكم على الاسئله اللي تتعلقوا هذا بالنسبه للسؤال ديال الدار حاجه اخرى اللي كيسولوني انه شحال غادي تاخذ لكم الوقت هانتوما نورمالمون كما كان هذا الكونفينمون كره تبارك الله بدينا كنفيني وفيها ولكن هذا الشيء اللي بغى الله فيها خير دونك غادي معكم دقه دقه وقت ما سالت راه نشاركها معكم والناس اللي كيقولوا لي كيجاتك سكنه مع حماتك او مع داركم غنقول لكم انها هي راه ماشي بحال دارك بوحدك اللي كتكون مولفه واحد السيستم ديالك في دارك كتكون مولفه بوحدك شحال من حاجه ولكن حتى هي بحلاوتها وفيها خير فيها خير الحمد لله جاتنا مع هذا الكونفينمون ما قنطناش موانسين مفوجين دونك الحمد لله فيها خير وهنا غادي نقول لكم باي باي نتلاقاو في فيديو ماجي ان شاء الله في امان الله.